أشادت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينب رئيسة مجلس النواب بجهود سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة من أجل حل قضية مستحقات الرياضيين والإداريين والفنيين والمدربين بصورة نهائية، والتي جاءت بفضل التوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى. أكدت معاليها أن مبادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد لوضع وتنفيذ خطة عاجلة لإنهاء هذا الملف بصورة حاسمة ستسهم بتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية. أوضحت معاليها أن توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد تؤكد الرغبة الكريمة والإصرار المخلص للارتقاء بالحركة الرياضية في المملكة. أضافت أن مجلس النواب يدعم مبادرات سموه لتطوير الرياضة ورفع اسم مملكة البحرين في المحافل والبطولات الدولية.